الحكيم؟ إيه الحكيم؟ ببلد مجنون في الحاكم اللي جاي من الحرب وفي الحكيم الطالع من الحبس وبوجه عبعبدة. وإذا عم نحكي عن سيد القصر، المرور بمعراب إلزامي، فهذا السمير مش اسم مستعار، هو حالي عند خيارين فقط، عدوك أو صديقك، وما في خيار بالنص. وشخصية سمير جعجع هي اللي بتدفعك لتحدد موقفك، لأنه تاريخه ما بيحمل جدل. بس نحن رح نجادل، وبالطريق عم عراب بيطلع عراسك كل هالتاريخ، بتصير تسأل حالك كصحافي شو ممكن تسأله؟ قتلت؟ حاربت؟ صفيت خصومك؟ سيطرت؟ كنت صاحب أقدام تهجيرية بحرب الجبل؟ مارست قناعاتك؟ خدمت قضيتك؟ صرت قائد المسيرة الكونية؟ رسخت اسمك سمير الأول مثل ما حلمت؟ بعد كل هالمسيرة جاي عبعبدة لتحكم وانت محكوم؟ يا بنت شو بدك بفتح ملفات الحرب؟ بس من اللي عم بيحاربوا ببلدي هن اللي عم يوصلوا على السلطة. سمير جعجع، يا هالسياسة اللي جاي من أرض محروقة، هل رح تنسى الناس؟ حكيم؟ إيه؟ حدا بيعمل حبس ببيته؟ في بعض المراحل بحياة الإنسان يعني كانت بتكون هيك تميني بشكل غالي، بشكل حساسي، بشكل عميقة، بشكل تاريخي، بشكل على أنه الواحد بحب يحتفظ بذكرى لإله. طبعاً هذا مش مشاني أنا، بيحتفظ بذكرى حلوة، إيه؟ مش بذكرى يعني مرحلة سيئة من حياته أو مرحلة صعبة. نحن كتير أوقات نخلط بين الصعب والسيء، يعني مثل كأنه أي شيء صعب هو بالضرورة سيء، هو ما قالوا علاقة ببعضهم. ممكن أنت تكوني عايشة بشكل كتير سهل ما هيك، بس تكوني عايشة بشكل كتير سيء، كما أنه تكوني عم تعيشي تجربة كتير كتير قاسية ما هيك، وتكوني هي شغلة كتير صحيحة، وبمجرد أنها صحيحة بتصير كتير حلوة لأنه صحيحة مش لأنه صعب. علينا شوي هيدي بدها دراسات. لا مش دراسات، كتير هين القصة. فصحيح التجربة كانت كتير صعبة، ما فيك تتصور. يعني إذا بقلك أول يوم تاني يوم هلا بدنا نحكي بالتفاصيل، بدنا نحكي بالتفاصيل عن بس بعدين الوقت. بعدين من بعد ما هيك طلعت من الجو اللي كنت فيه، فت بجو الاعتقال مزبوط، لأنه ما بخفيكي أول شيء ضليت مفكرة مزحة. حكيم ما بتخاف يقولوا مثلا انه شو تهيأ له انه ظهر من حبس 11 سنة راح عمر حبس؟ ما بتخاف انه يقولوا انه سايكو شوي، يمكن عنده شيء نفسي شوي؟ يعني هلا ما بخفيكي انه في البعض اجوا قالوا لي طبعا مش سايكو، في البعض اجوا قالوا لي خيي ما 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 عم نفهم شو منطق شو منطق هالزنزانه هون. بالحقيقه الفكره اول شيء كانت فكره ستريدا وطرحت علي وحكينا فيها، لقيتها فكره مناسبه من اي ناحيه. افترض الزنزانه مش موجوده، طيب بعد 10 سنين هلا نضل نتذكر شوي. اول شيء الخبريه مش مثل الشوفه، تبلش من هون انه فيني خبر قد ما بدي، وفيها ستريدا بالشقه اللي كانت هي تعني تخبر قد ما بدها، بس الخبريه شيء والشوفه شيء ثاني. هيدا الجرس رح اقول لك مش شو هيدا الجرس، لحتى لي انا وياك نفوت لجوا. حكيم لا عايشه بكل حذافيرها، يعني مع هيدا الكيس اللي بنحطه بالراس. ايه هيدي الطميشه. حكيم الكلبجات كيف ما برمتي مثلا هون في كلبجه، وين ما كان في كلبجه، وين ما كان في كلبجه العسكري دغري يستقى كلبجه. حكيم من زنزانه لا أصرب عبدة خطوة، يعني ما بعرف عن جد حيث ولا يجرؤ الآخرون، خطوة مش هينة، مش هالقد بتفكري هالقد. عمليا نفس الموضوع، داخل الزنزانة أو بأصرب عبدة نفس النضال نفس الهدف. كتار بيسألوا كتار نفس بيسألوا. النضال أنا حسبت رح راسي أبعد من هيك، حسبت الاثنين مكبلين. لا 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 بأصرب عبدة في تكبيل وبالزنزانة في بدك تكبيل. بدك تعتبري أنا وقاعد بالزنزانة كنت عم بعيش نفس الأجواء يلي بعيشها في حال لو طلعت على أصرب عبدة، ونفس الأجواء يلي عيشها أنا وهوني. طبعا الانشغالات تختلف،
بس الجو كجو هو جو واحد. يعني تفضل. أنا كتير حكي اليوم بدنا نحكي نحن وياك، كتير أسئلة يمكن سألت من قبل وفي أسئلة ما سألت من قبل. إياك تتفضل على الكرسي هونيك، وهيدي المسافة رح تقصر بيني وبينك كل ما نقرب بالأسئلة. يلا شايف. حكيم، هيدا ترشح حقيقي استفزازي أو تحدي؟ لا استفزازي ولا تحدي، ترشح حقيقي بنية حقيقية. هل قد مآمن انه ممكن بلبنان انت دكتور سمير جعجع تصير رئيس جمهورية؟ في مثل بالانجليزي كتير حلو بيقول انه اذا بدك الشغلة بتبطل حلم، وبالتالي ما في شيء هيك بالمطلق مستحيل. انا عارف انه في صعوبات كبيرة، والصعوبات الكبيرة بخلاف ما البعض بيجربوا يسوقوا، ما لها علاقة لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا. الصعوبات الكبيرة لها علاقة بطريقة التفكير الواضحة والراديكالية اللي بحملها صراحة. وهون بدي افتح هلالين تقلك شغلة، انه يلي ما في عليه ردود فعل هو شخص يلي ما بيحمل موقف. مشان هيك يعني لا حدا بيهاجمه ولا حدا بيطرق له، لانه بجرب هو بياخذ موقف بشكل على انه الموقف ما يكون موقف او ما يزعل حدا. بس هي القصه مش قصه موقف معك حكيم، قصه انه الناس في صوره براسها انه في دكتور سمير جعجع طالع من 11 سنه سجن بعفو عام، وكانت معروفه وقتها الظروف السياسيه بوقتها يلي طلعت فيها، هون اللغط. وبالحقيقه كان معروف الظروف السياسيه يلي توقفت فيها مش يلي طلعت فيها، لانه يلي طلعت فيها كانت ظروف استثنائيه جدا، وكانت هي القاعدة مش هي الشواذ. بينما اللي كنا عم نعيشه بين سنة 1990 وسنة 2005 هو الشواذ، باعتبار كانت الدولة اللبنانية مصادرة، واستطرادا كان القضاء مصادر، كان كل شيء مصادرة بلبنان، مما دفع بالشعب اللبناني على أنه سنة 2005 يعمل انتفاضة يلي عملها ويلي على أثرها بشكل طبيعي طلعت من السجن. حكيم، حتى ردود الفعل حتى بين حلفائك قبل خصومك تراوحت، يعني في ناس استهزأت، في ناس اعتبرت انه سايرت، في ناس ما قبضت جد من الاساس. انا من يعني ما بشاركك الرأي بهالخصوص. طبعا في ناس من بين حلفائي كانوا بيتمنوا انه لو هن افترضي صحيح، وانا بعتبر انه هيدا طموح حقيقي وبعتبره طموح مشروع، بس بنهاية المطاف من بعد المداولات اللي صارت استقرينا على ما استقرينا عليه. شاورت انت ودولة الرئيس الحريري قبل ما ترشح ولا حطيته قدام امر واقع؟ لا، ما حدا في يحط حدا قدام الامر الواقع. وبقلك شغلة، امبارح وقت تشكيل الحكومة ايه انه ليش ما في تنفترض في شيء اسمه بتحطي حدا تحت امر الواقع، ما في شيء اسمه هيك بالسياسة. وقت تشكيل الحكومة والله ضل الرئيس الحريري عنده موقف، ضلنا نحن عندنا موقف آخر مع الرئيس الحريري. التشاور بلش 6 أشهر قبل الاستحقاق، لأنه طبيعي واحد هي خطوة منا هينة ولا خطوة قليلة ولا كناية عن مقعد نيابي ولا حتى كناية عن تشكيل حكومة، شغلة أكبر من هيك بكتير. يعني ما اجى دعم سمير جعجع من قبل الرئيس سعد الحريري على رئاسة الجمهورية بدل عن ضايع بالحكومة يعني؟ أنا بدي أو جائزة طردية مثل ما سموها البعض. أنا وشي ما حدا بيراضي حدا بهالشكل وبهالحجم. رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كأنه إنه واحد عم بيعطي التاني متوغزيني قطعة جاتوه مقابل يعني طيب يسترضيه. لا، بس بدي ذكرك هو إنه من سنتين الرئيس الحريري، مش هلا بس، من سنتين حتى بدون ما تكون قربت بعد انتخابات رئاسة الجمهورية بأكثر من مناسبة كان يقول أنا بس توصل لرئاسة الجمهورية مرشحة على رئاسة الجمهورية هو سمير جعجع للأسباب كذا وكذا 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 وكذا. طيب بس اليوم في حساسيات، في أكثر من مرشح على رئاسة الجمهورية ب 14 أدار، ليش بالتحديد دكتور سمير جعجع هو يلي اندعم؟ وسيئين قالوا إنه ما بيقدر يقلع سعد الحريري بسمير جعجع أول جمعة، تاني جمعة، تالت جمعة، بعدين في أمر واقع بيطلع دكتور جعجع بارافان للمرشح الأساسي ل 14 أدار يلي ممكن يكون شيخ بطرس حرب، استاذ روبر غانم، الرئيس جميل.
أنا بس بدي أذكرك بما يتعلق بسيئين نية، مش بدي أذكرك أنت، بدي يعني بدي أرجع أذكر ذكرهم عبر ماشي على على, على على أنه على أنه الحكي اللي عم ينحكى كان 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 متقدم أكثر من هيك بكثير. يعني كان عم ينقال أنه سعد الحريري في علاه دين لسمير جعجع، بوفيهم بأول جلسة بتصير، وبعدين بيقول له والله يا حكيم جربنا وما مشي الحال. هلا تبين انه مرقت اول جلسه، بدي اتذكر كلنا سوا ونشوف حتى بوسائل الاعلام، مرقت اول جلسه ما هيك صار، مرقت ثاني جلسه ما هيك صار، رح تمرق ثالث جلسه وما هيك رح يصير، رح تمرق سابع جلسه وما هيك رح يصير. ترشيحي ترشيح جدي. هي اقتنعتي اليوم في ناس ايه عم بقرب شوي شوي، اليوم في ناس قالت انه دكتور جعجع ترشح وعارف حاله ما راح يوصل لرئاسه الجمهوريه وعارف انه كل الظروف ضده بهيدا الاطار، بس لحتى لي يعمل شيء معنوي مثل نوع من تنظيف سجل. سجلك محكوم لا حكم عليه ولا بكل شيء. اهم سجل عندك اياه قبل الورقه هو السجل اللي هون. ما هيك؟ ما هي المشكله، الناس ما بتنسى حكيم. لا ما هو هيك، ما هو هيك. الأول بدي أقول لك يا عصعيد، يلي عنده حد أدنى من هيك شيء بيقلق له وجدانه أو ضميره، أنت برأيك كان بيروح بيسلم حاله، بيحط حاله بين إيدين مش أخصامه أعدائه مباشرة، بيسلم حاله لسلطة الوصاية؟ أنا رح بلش من هون. وبالتالي تينظف سجله ما ينظف سجله ما أنا مزبوطة. أنا خليني خبرك خبرية السجل فرد مرة. بين سنة التسعين وسنة الأربعة وتسعين، شو بدي بأيام الحرب؟ سلطة الوصاية جربت أكثر من مرة إنها تغتالني فعلياً، مثل ما عادوا عملوا افترضي مع الرئيس رفيق الحريري ومع كل شهداء ثورة الأرز. بس حسيت بالمحاولات وقتها قعدت بغدريس، ما عدت طلعت من غدريس تماماً، كيف عمل هلأ بمعراب قعدت بغدريس. جربوا يغتالوني جسدياً ما قدروا. وليش ما بيقدروا على طول صعب بتقلي ايه ليش ما بيقدروا، ليش ما بيقدروا يغتلوك انت جسديا؟ لسبب بسيط، لانه ثاقبت عندي شويه ثقافه عسكريه وبالتالي بتمكنني، يعني ردات فعلي بتمكنني. بيلجأوا لاغتيال الشخصيه معنويا، يعني بيجربوا يلغوك معنويا وسياسيا من بعد ما انه ما قدروا يلغوك جسديا. شو بده يروحوا على تلويث الصوره على تلويث السمع؟ عشان بدي اسالك، لو مزبوط هيك في مجرم بالدق بينطروا هلا انتخابات الرئاسه تيطرحوا الموضوع؟ طب ليش ما طرحوا امبارح من شهرين من ست اشهر؟ بينطروا كل مناسبة على طول ما تروح، على طول ما تروح الموضوع حكيم. لا بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك شغله، سنه 2005 في مكان ما على القليل ببعض الاقضي ما كنا بتحالف سياسي مع حزب الله، كيف بتحلفين مع كيف بتحلفين هن مع مجرم ما زال هيك؟ بدي اقول لك اكثر من هيك، تودي لي خبر على السجن كنت بعد ما طلعت من الاعتقال، تودي لي خبر انه بيطلعوني قبل الانتخابات اذا مستعد فوت بلوايح انا وثماني ادار بالشمال، لانه معروف هونيك في تقل منطقتنا الاساسيه، اذا مستعد فوت، اذا مستعد فوت بتحالف انا وثماني ادار وتحديدا يعني بيت كرام من الجمله، مستعدين كانوا يطلعوني من الحبس قبل بوقت. قلت لهم لا انا بتحالف مع 14 ادار بكل مناطق لبنان. اجى العرض على السجن لعندي لهوني. وبالتالي هالعملية الاغتيال المعنوية والسياسية عم بكفوا عليها بشكل مستمر. اليوم في معركة رئاسة الجمهورية ما هيك؟ اوكي. لو قام حدا منهم قال برنامج نحن مش معه، بقول له على راسي قبل عيني. لو قام حدا تاني قال نحن هالنقطة معه هالنقطة مش معه، على راسي قبل عيني. لو قام واحد تالت قال أنا بدي أترشح، هيدي بصلب اللعبة. بس على طول بيلجأوا لنفس الأسلوب يلي سلطة الوصاية اللي جاءت له، وهو محاولة الاغتيال المعنوي من بعد ما انه فشلوا بالاغتيال الجسد. كيف بدك تقنعهم ينتخبوك رئيس جمهورية؟ هلا هي الكلام اللي تفضلت فيه بدنا نحكي بالتفاصيل فيه. كيف بدك تقنعهم ينتخبوك رئيس جمهورية؟ يعني ما في حدا معك بير إلا القوات. بنجي على الكتائب حطوا اسمك بالصندوقه بس بالنهايه ما حيفضلوك على الشيخ امين. المستقلين حطوا اسمك بالصندوقه ما حيفضلوك على الشيخ بطرس والاستاذ روبير غانم وغيرهم اذا حابب يترشح. المستقبل منقسمين حول هيدا الموضوع، منقسمين تلتين بتلت كمان معك، وثمانيه ادار مستحيل ينتخبوك. لا 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 كيف؟
لا 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 المستقبل في ناس ما انتخبوك لا وفي ناس انتخبوك، في ناس عندهم قضيتهم، في طرابلس عندها حيثيتها، في العروبيين بيعتبروا حالهم عروبيين عندهم حيثيتهم، ما انتخبوا سمير جعجع. مدام مثل كل مرشح، مثل كل مرشح ان كان لرئيس الجمهورية ولا غيره، يعني بعطيك مثل الله يرحمه الله يرحمه الرئيس سليمان فرنجي الجد، انه كمين شمعون كان بيفضل سليمان فرنجي الجد على حاله؟ اكيد لا. انه بيير جميل الجد تنشوف مثلا مين انتخبه؟ سليمان فرنجي الجد بانتخابات 1970 انتخبوا الحلف وبعض المستقلين، بس الحلف هن اللي شكلوا القوه الكبيره يلي انتخبته. انه ريمو ادي الله يرحمه كان بيعتبر انه سليمان فرنجي يعني كان بيبدل سليمان فرنجي على حاله؟ كمان اكيد لا. هيدا واقع الانتخابات الرئيسيه او النيابيه وما كان يكون، هي كنية عن ظروف معينة، عن مرشحين معينين، عن تحالفات معينة بتأدي على أنه ينتخب الشخص أو ما ينتخب، مش كنية عن قناعة كاملة من قبل خصوصا الأحزاب الأخرى تتصوت لمرشح ما بينتمي لأهله. لا حكيم، بأول جلسة طلع عدد من الأسماء يلي هني شهداء انحطوا وموجهين لألك مباشرة، كونون أنه هذه الأسماء أنت متهم بقتلهم أو اغتيالهم. شو كانت ردة فعلك؟ نحن كنا عم نتابعك على الشاشة من المعرض. برأيك انه بهالطريقة بتنخاض انتخابات رئاسة الجمهورية؟ برأيك مش عم بتأكد اكتر واكتر اللي كنت عم بقلك اياه، انه كل العملية عملية اغتيال الشخص بشكل او باخر؟ بلا، هذا اللي كان عم بصير. يعني هي محاولة اغتيال معنوية لدكتور سمير جعجع. تماما. طيب هيدا اعلن ترشيحك وبروباغندا طويلة عريضة وعملت برنامج انتخابي طويلة مش عريضة وعملت برنامج انتخابي، علما انه نحن مش بحاجة لهالموضوع، نحن مش بنظام رئاسي. يعني فيك تترشح انت وقعد بالبيت حكيم، لشو هالشو اوف كله يلي عملته؟ لا لا لا، انا كنت منتظر مدام انك تهنيني، لانه كل المرشحين هيك لازم يعملوا. لحد هلا اتذكر معي باستثناء ايام زمان، ما بدي اترحم على ايام زمان لانه مفترض نكون بايام افضل منها نحن. عم خليني اقول من بعد الطائف، حضرتك كمواطن كيف كنت تسمع برئيس الجمهوريه؟ انا راح اذكرك شوي صغيره، سنه ال 95 سمعت مين بده يصير رئيس جمهوريه، وقت صرح الرئيس حافظ الاسد كان بالقاهره عم بيلتقي الرئيس مبارك، صرح على انه اعتقد ان بيعتقد منه اكيد حتى الرئيس الاسد كان ان اكثريه الشعب اللبناني تريد التجديد للرئيس الياس الهراوي، وتاني يوم جدد للرئيس الياس الهراوي، ورجع اعتقد سنة الـ 98 على انه اكترية الشعب اللبناني بدأ الرئيس امين اللحود باعتبار عنده قواعد كتير عريضة عريضة وطويلة هذيك، باعتقد على انه بدأ الرئيس وطلع الرئيس امين اللحود الى اخره الى اخره. بينما حضرتك كمواطن لبناني مفترض الطالبة اول شيء بده يكون رئيس جمهورية بده يقول لي انه انا بده يكون ماشي على اساس، تاني شيء بده يقول لي على اساس، ولو انا كمواطن ما رح صوت له، مش انا رح صوت له، بس تكون عارف شو عم بصير بالبلد. نحن جربنا اذا بدك بالحزب ككله، هي كانت الفكره طلعت من الهيئه التنفيذيه ومن المجلس المركزي، انه نحن ليش ما بنخوض بغض النظر قديش رح تاثر باصوات النواب ولا لا، بس نحن علينا نخوض معركه نموذجيه، وبالتالي نعلن الترشيح مثل ما لازم ينعلن. وكان في انا ضل لهلا انه كل العالم عارف انه مرشح ومش مرشح. لا خلينا نقول انه هيدي نقطه تحسب لقلك دكتور جعجع، عم تقلي انا كنت عم بتقلي انك لا انا واجبه، انا هلا عم بعمل واجبه وعم بنقول كل وجهات النظر يلي عم بتصير، اكيد هيدي نقطه كتير مهمه وتحسب لقلك ومنهنيك عليها. بس حكيم حكيم في كتير نقاط، يعني شوي البروجرام برنامجك كان يعني صعب تنفيذه حكيم. مدام اهم من هيك كان برنامج اي حدا بده يطمح لرئيس الجمهوريه، اول شيء علاه يقول مش حلو هيك يضلوا ينطوا من اوضه لاوضه ومن حدا لحدا، يعملوا بي ار وعلاقات عامه بس، ويعزموا على البيت وينعزموا وياخذوا هدايا ويبعثوا هدايا ويجيبوا شامباني وياخذوا، مش هيك رئيس الجمهوريه عن جد مش هيك. يعني هيدا امر بالنسبه لي مقرف، هيك بده يقول الواحد انا بدي اترشح على رئيس الجمهوريه وهذا برنامجه مش هيك؟ وعلنا 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 وهذا برنامجي. بدنا نناقش
نقاط صغيرة بالبرنامج. صلاحيات رئيس الجمهورية قلت انه بعدها مهمة لو كان اقتطع منا الطائف كتير، وانه الرئيس القوي هو يلي بيطبق النصوص وبيحترم الدستور، وهو يلي بيرجع بيجيب الصلاحيات. صح. ممكن؟ هو بس بيكفي على انه يمارس صلاحيات الموجودة بدستور الطائف. انا هون بدي اسأل سؤال، ما زال يعني اذا بدي سلم مع البعض انه رئيس الجمهورية ما بقى عنده هيك الصلاحيات، ما بقى شغلة مهمة، دخلك لشو هالاستقتال من قبل كل الفرقاء على رئاسة الجمهورية؟ دخلك لشو التعطيل اذا هيك يتركوا؟ مين ما اجى رئيس الجمهورية، ما زال رئيس الجمهورية ما عنده بقى صلاحيات، هيك ضعيف وما. وبالتالي بقلك بصراحة هيدي نقطة من يلي صار فيها نغش كبير من بعد نهاية الحرب وبدء تطبيق اتفاق الطائف. يجي رئيس جدي ويمارس صلاحيات الطائف بس فقط لا غير، تشوف البلد كله سوا كيف بيتغير. أنو الانتخاب هون هون الحلو، جربتوا وما طلع شيء. أنتوا المسيحية بحد ذاتكم قعدتوا مع بعضكم ما قدرتوا طلعتوا بقانون، لبل كل فريق فخت بالتاني بهيدا الموضوع، انه ليش هالقد متفائل انه فيك تعمل قانون انتخاب وتقعد مع الطرف الاخر وتقنعوا فيه اذا المسيحية بعضهم مش قادرين يطلعوا بنتيجه؟ تعني قانون انتخاب نيابي؟ طبعا وصلنا قانون انتخاب. هلا عم بقول نحن وتيار المستقبل والحزب التقدم الاشتراكي وصلنا على القانون المختلط يلي من ضمن الصيغه اللبنانيه يؤمن افضل توازن ممكن. بس انت كنت اتفقت مع هوديك كمان على الارثوذكس؟ لا كنا عم نحكي هن عم بيحكوا بالارثوذكس المال ونحن عم نحكي بالارثوذكس المال تاني، بس ما كنا اتفقنا على شيء. رح اقول لك على شو كنا اتفقنا باخر اجتماعات صارت ببكركي بربيع سنه 2010. كنا اتفقنا بربيع سنه دخلك ايمتى لا مش 2013 بربيع 2013 كنا اتفقنا انه الارثوذكسي شفنا كلنا سوا بحضور الكل شفنا على انه، وطبعا غبطة البترك الراعي هو اللي كان موجود على هالعملية، شفنا على انه الارثوذكسي ما عنده حظوظ يقطع، وبالتالي اتفقنا على انه كل فريق منا من جانبه بيروح بيسعى تنحصل على قانون مختلط، ما انه نحن ما عنا شيء نقوله عن الفرقاء المسيحيين الاخرين. لك كتير قديش بدي خبرك، بس ولا لحظة من اللحظات قلنا أي شيء، لأنه محترمين اللعبة السياسية بشروط اللعبة السياسية مثل ما لازم، بينما للأسف على طول متعرض من لهجومات من قبل بعض الفرقاء الآخر. حكيم شو رأيك أنا وياك هلا نرجع 20 سنة لورا؟ ضروري؟ إيه؟ لا احنا هون كرمال هيك نتذكر، بس ما بنرجع 20 سنة لورا، بنرجع بعقلنا يعني بتفكيرنا بفكرنا. أكيد مش رح نرجع أنا وياك 20 سنة لورا. يلا انت ما رح تكون زعلان يعني؟ ليه؟ لانه بترجع عمرك 15 سنه. لا مش زبط طبعا. تفضل. حكيم شو رايك انه بيقولوا اللويتيين انه انت القائد يلي فدي ناسه بنفسه، مزبوط هيك؟ رح اقول لك باي معنى قصدوه، انه افترضي لو انا حملت حالي وسافرت كانوا بالاحرى بدهم يستشرسوا كتير على القوتيين اللي بقيوا هون، بينما ببقائي هون مع علم المسبق كانوا جايين بدهم يجوا يعتقلوني بوقت من الاوقات. يعني قبل شهر كنت عارف انه تقريبا بهالشهرين، قبل جمعتين كنت عارف انه تقريبا قلبي، قبل يومين ثلاثة عرفت انه صارت بين يوم والتاني، باليوم جيت عرفت انه يومتها، رح تكون عرفت على اكيد انه يومتها. ف باعتقالهم لإلي ببقائي هون واعتقلوني حكما يعني لقطوا السمك الكبير، خففت الضغط على الشباب يعني، وبالتالي كثير خف الضغط. بس يوم بيقولوا انه شوف ديت فت قعدت بالحبس 11 سنه طلعت انت بعفو عام وبقيت القوات متهمه. لا بقيت القوات المتهمه ولا انا طلعت بعفو عام، انا طلعت مثل ما لازم اطلع. بتذكر اول يوم رحت فيه على المحكمه لانه كنت اصر على انه يعني يكون على طول عندي انا مرافعه، قلت بكل بساطة قدام المجلس العدلي كان مجتمع كله سوا انه كشباب ما تعذبوا، وتوجهت حتى لمحامي الدفاع مع انه ما بتنعمل، انه كشباب ما تعذبوا، انا فت على السجن بقرار سياسي وما راح اطلع الا بقرار سياسي، شو ما عملتوا مرافعات، شو ما جبتوا اثباتات، شو ما طلعتوا، شو ما نزلتوا، هذا كله ما راح يفيد، فت بقرار سياسي وراح اطلع بقرار سياسي. بالفعل هيك صار. تعال نذكر انا وياك هذيك الليلة بغدرس. ايه شو صار؟
علما انه مثل ما تفضلت وقلت كنت عارف انه جايين ياخدوك. بالنهار قالوا لي انه جايين ياخدوني، بس صارت الساعة 3-4 وما اجوا، اعتبرت انه يمكن اجلوها لتاني يوم. لانه بتعرفي بالدولة في نمط معين من الشغل، في بيروقراطية وفي انه بيكون سكرت الادارات، خصوصا هي لها علاقة بالقضاء، وهالقضاء يلي بيحرص على طول على الشكليات، مع انه بهيك المرحلة حرص على الشكليات وما انتبه للاساسيات بالموضوع. فاعتبرت انه خلص قطعت، بقى مكفى انا قاعد بهيك الوقت. طبعا بدون ما شبه ولا باي شكل من الاشكال بهيك الايام كلها سوا، يعني هديك النهار واللي قبله واللي قبله واللي قبله، بتذكر تقريبا مثل خبريت بستان الزيتون بايام الالام. وقت اللي هيك كل الناس صاروا حاسين، صمت وسكوت ورواق وترقب، كل الناس صاروا حاسين، بس ما حدا بده يحكي، بس بذات الوقت كلهم يضلوا موجودين لانه عارفين في شيء ما بده يصير. الجو بغدراس كان اذا بدك هيك يفوت فوج يطلع فوج، ما حدا منا عم بيشتغل شيء محدد الا انه بانتظار الساعه، انتظار الساعه. المهم بقى يوم متى نفس الشيء، من بعد الساعه 3-4 صحيح، صارت الساعه 3-4-5 انا قلت اللي حوالي انه راحت لبكره، ما اجي اليوم يمكن بكره، بس برضو ضل الجو زيته. قاعدين الى ان عاش الساعه 8 بدق لي الحرس من تحت، بيقول لي اجى العقيد سلوم وقال معه رساله لإلك. دغري انا عرفت. بس حكيم قبل بجمعه ايه؟ شو كنت عم تعمل؟ مش كنت عم تحرق اوراق ومستندات وتهربوا ناس من غدريس؟ طبيعي كنا عم نحرق اوراق ومستندات، لانه كانوا بدهم ياخذوا كل اسرار القوات وكل وثائقها وكل كذا. طبعا القوات ما منا خافي على حدا، انه كان تنظيم عسكري ايام الحرب، ما بتصور انه شو هالحقيقه الفظيعه هيدي، انه كان عندها علاقات وكان عندها كانت تشتري سلاح وكان عندها مدربين وتدريبات وعسكر، هذا كله سوا كان بدهم حيلا شغله يتلقطوا حيلا، كانوا مطمنينك خليهم قدام عيونك. حكيم نيموك على حرير، كانوا مطمنينك؟ كان في تطمينات، بس انت عملت اتصالات وقتها مع الرئيس الهراوي، مع الرئيس الحريري، مع السفاره الامريكيه، كلهم كانوا مطمنينك انه ما بيقربوا صوبك؟ ابدا ابدا مدام ابدا، بالعكس على طول كانوا يهولوا كثير كثير. لا كانوا يهولوا كثير، بدهم انضم للي كان عم بيصير بهيك الوقت. انا انتبه كان عندي نيه، يعني بال91 90 91 كان عندي كل النية، بس فت شوي صغير شفت اللي عم بصير بطل. انا كنت عارف انه راح تكون جهنم مفتوح علي، لانه مش غريبة على حدا منا النظام السوري كيف يتعاطى مع الامور ومع الاشخاص. كنت عارف جهنم راح تنفتح علينا. طيب حكيم كل اللي كان مطلوب، فضلت هالجهنم على انه كم، وجربنا نوجد جوا. طب كل اللي كان مطلوب يا حكيم انه تعا يا خيي سلم سلاحك وفوت على هاللعبه السياسيه وخلصنا. لا 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 لا، هيدي هيني وعملناها اصلا. لا مش لا ما عملتوها بالكامل، هن بيقولوا انك سلمت قصم وخبيت قصم، مش مزبوط. وقت اللي كانوا يعملوا المداهمات ويلاقوا انك ما كنت صادق معهم فراحوا على مش مزبوط. بتعرفي هلا على الطريقه اللبنانيه هذا بيخلي بارودي هون، هذا بيخلي كذا هون، شيء طبيعي. وكان بتكون بهيك المرحله، ما تاخذيني بالتعبير، يعني شويه غباء وطيبه قلب على انه هيك تجي انت تحلقي يعني جماعتك، تجبري كل واحد على انه يسلم كل فرد. لحد هلا الوضع مش هيك بلبنان، مش هيدا بيت القصيد كان المطلوب، كان وافق على اللي عم بصير. مثلا بتعرفي وين عقدت العقد كثير كبيره؟ وين؟ هيدي بالمفاوضات بينك وبينهم، الخوة والتنسيق، وعلى اثرها نحن استقلنا من الحكومه. هيدا وقت كان عم يفاوض معك لواء جميل السيد، كان وقتها مش لواء، لا وقتها كان عم يصير مفاوضات مع غازي كنعان مباشره بواسطه مفادين من عنا. فمثلا انا ما بقدر اتحمل شغله مثل معاهده التنسيق والاخوه. بدي ذكرك بشغله صغيره، مش بذكرك، بدي اتذكر شغله صغيره. لا لانه حضرتك ما كنت فيها. بدي ذكر بشغله صغيره. وقتها الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري، كان يصير على طول مناقشات انا وياه. هو كانت وجهه نظره شو هي؟ انه كان يقول لي يا سمير نحن شو فينا نعمل ب 30,000 عسكري سوري موجودين هون، وبالتالي خلينا هلا ما نضيع الوقت نصرفه على الاشياء اللي فيها نعملها، فيها نعمل بالانماء بالتطوير بالاقتصاد. انا كنت اقول له يا دوله الرئيس، ما كان دوله الرئيس، يا شيخ رفيق، اذا ما زبطت السياسه ما في شيء بيزبط على الاطلاق.
عطول أنا بتذكر هالمناقشة عطول كانت تدور هالمناقشة. ما كان الرئيس الحريري ضد توقيفك؟ يقال وقتها أنه الرئيس الهراوي ما بعرف صلح لي أنت رح صلح لي قال أنه ليش وصل سمير جعجع على وزارة الدفاع رأس مال ودفن وجنازة 40 مظبوط؟ ايه صح اسمعتها كثير فيما بعد بس هم بعد ما طلعت من الحبس بعرف على أنه كانوا مكلفين رتيب من الرتبة اللي من بين الأول اللي طلعت تجيبني على أنه بوقت من الأوقات لسبب من الأسباب يقوصني أنه جربت أهرب أو شيء أو شيء يعني. وقال للرئيس الهراوي هالحكي مثل ما سمعت على هالأساس. هلأ هون صار شيء ما بعرف الرتيب شو صار معه ما بعرف إذا حدا رفيقه لقطه أو شيء يعني بس ما عاد نفذ مأكدة ولا مش مأكدة مش مثبتة يعني أنا إنه كان عنده نية شخص ذات مصداقية بخبرني عن الرتيب بالذات هلأ من هون وطالع إنه أنا ما فيني أحمل ضميري بس بقول لك شغلة يعني هيك تماما صارت تنكمل هيدي الليلة اللي جابوك فيها من غدراس على وزارة الدفاع دغري ولا مرقت بمحل لا لا وزارة الدفاع دغري شو صار؟ انت كنت معتقد انه يومين وخلص لا انا ما بدي هالقد التفاصيل يوم انا بدي ما بدي فوت بتفاصيل كل لحظة بلحظتها بدي الجو العام انت كنت رايح على قاعدة انه يومين ثلاثة جمعة ماكسيموم 10 ايام وخلص انه بدهم يفرفكوا لي من خيري تاي يجبروني ادخل بالتسوية اللي بدهم اياها وبرجع او تيقولوا لي انه هالقد نحن لك نقدر نوصل هالقد بقى انت شوف شو بدك تعمل انا رايح على هالاساس يعني انا رايح مفكر هن عم بيعملوا هالاساس هلا يمكن هن كانوا مفكرين هيك بس كل ما ضغطوا علي كل ما تمرت اكثر واكثر حتى جوات السجن مثلا اوقات بطلع ستريده بتقول لي بدهم ياخذوا لي موعد من اللواء السيد كان صار لواء وقتها من العقيد السيد لا ما كان صار لواء تا شوف قال له شو بدك فيه تشوفيه تصير ستريدة بحبس طويلة لا لا وأنا قال له شو بدك فيه شو العلاقة هو تشوفيه بتروح تشوفي رئيس المحكمة بس كانت علاقتك منيحة بلواء السيد بوقتها مثل ما قلنا ما كان أنا وقتها ما عزمته على بيتك مرتين واجتمعتوا على عشاء عائلي هو ومرته وانت ومرتك شفت الخبز والملح شو بيطلع منهم ايه شفت انت شفت بقى أنا كنت عم جرب إنه أعمل علاقات منيحة مع كل مسؤولين الدولة معتبر على إنه المسؤولين بالدولة اللبنانية للأسف ما طلع هيك أبداً حكيم كم مرة بكيت؟ والله إذا بدك بكي هيك هونيكي لا ما بكي بس بعدين بس ارتاح الوضع كنت على أيام الألام يعني تعيش مثل كأني عايش حياة طبيعية كنت عيش كل الاستحقاقات اللي تصير برا عيشها جوا يعني عيد الميلاد كنت أقعد كل الوقت تصير غني أغاني عيد الميلاد وعيشها أيه أكتر شي كنت غني شفت هالصوت شفت هذا الصوت هذا صوت تعذيب هذا أكتريت الوقت اللي نكون بالزنزانة أول 4-5 سنين هيك تمام شو كنت تحس؟ بس على أعلى ما بعرف ليش هلا شو كنت تحس؟ شو تحس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ما كنت تحمل كنت تحمل ضميرك كنت تقولوا للشباب عم يتعذبوا بسببي لأنه أنا أخذتهم لهون حمل ضميري أنا ولا ضمير اللي عم يعذب اللي أمروا إنه يعذبوني لا ما كنت تحس اللي أمروا يعذبوني إنه يا الله هول بسببي عم يتعذبوا هالشباب لانه هن قوات لبنانيه ولانه مشوا وراي لا هن في وبلاي قوات بوجودي وعدم وجودي رح يضلوا قوات قبلي كانوا قوات واكيد من بعد مني رح يضلوا قوات يعني تم القزم الاشياء هيك من شخصنا مثلا هودي قوات قبل مني ب 10-15 سنه ما تنسي انا جيت قايد قوات وهيك طالع من العالم بجرب يتناسوها سنه 86 ايه القوات كانت من 75 ل 86 كانت وما تنسي انا كنت بالاعتقال مثلا قوات كفي وانا بالاعتقال شو عم بدهم فيه ليش حدا كان مقدر انه انا رح اطلع من الحبس او انت رح اطلع من الحبس صراحه لا حكيم خلينا نرجع على مود عيد الميلاد ايه كنت تعيش الاتابات عيد الميلاد كنت تعيشه ترتل ايه بس كنت عم بقول لك بس قبل ما تجاوبك على سؤالك طبعا ما كنت تبكي بقى عيد الكبير عيد على ايام الالام ما يجي ايام قبل الفصح في ايام الالام أكيد. كنت احرص على انه صوم وجعلت الصليب هلا الصوم كل الاوقات انا بالحبس بايام الصوم وغير ايام الصوم صوم
ما اكل قبل الظهر هلا بنحكي عنه هيدا تمتع خلينا بالمود بقى كنت رتل الترتيب مثل يا شعبي وصاحبي طب هي رتل كيف انا وياك يا شعبي وصاحبي مثلا كنت رتلها وحده من الترتيل طب نحكي لها وحده ورتل لي اياها هلا 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 بقول لك وحده في غني في في ترتيلي لفيروز في ترتيل لفيروز لماجد الرومي بوقت نوات انا سامحوا لي بوكمان عرفت اي بوكمان ايه اكيد بقى احرص على ستيدا تجيب لي الكاسيتات تبع ترتيل تبع ترتيل الالام ترتيل الالام كلهم سوا اقعد اسمعهم بوقت نوات انا عم بسمعهم هودي ببكوني اذا بدك مش الشده والموجه نقي وحده رتل لي اياها نقي وحده تنرتلها بدك يا شعب وصاحبي يلا بده واحد يكون بالجو من ما فيك تستعد الجو كمل كف كف وسعدي شعبي وصاحبي أين عدو أيمان أين الوفا بالحب والوداد الميلاد كيف كنت تعيش الفرح؟ بالترتيل تبع الميلاد أكتر شيء زهر الليل هيدي كان ترتيلتي إذا بدك على مدى السنة كلها سوا على مدى السنة ما في بعض الاشياء تعني ما تعنيه لكل شخص منا بيزيد وكل واحد منا عنده مفاتيحه النفسيه والروحيه انا هذا الدرج دغري فورا يعني كان يعني لي مارشال بيه فمثلا كنت قضي ساعات وساعاتها ساعات اتامل بالدرج اتامل بالدرج لانه كنت شوف فيه انتبه هلا هي شوفي غير الشوفه العلميه كان ياخذني على محل اخر تحس حالك هيدا درجك على الحريه هيدا السلم اللي بدك تظهر منه من هون هيدا الدرج يلي على عالمي انا اذا بدك الحقيقه بس بدي اقول لك شغله بس لو بعض الناس هيك يلي بشكل مستمر بجربوا لدخولي صورتي لو بيعرفوا قديش بعيد تماما الصوره يلي هن عم بجربوا يخلقوا لي اياها عن صورتي حالي شو رايك تزحلي شوي؟ ليه؟ زيح شوي خضرت اوكي هودي شو صور جميع القديسين اللي حطتهم على المرشربيل والعذراء صوره العذراء فوق هلا في صوره بالنسبه لي ذات طابع روحي ديني بس على تاريخي قومي اذا بدك هي صوره مرمرون يلي بالنص هاي واحدة من الصور يلي صراحه ما بشبع اطلع فيهم ليه شو فيها شيء مميز يعني انه يعني اذا بدك من هون هنيك بيشبهوا بعضهم صور القديسين مرشربيل والحردينة ومرمرون يعني كلهم في هيدي الشيب تبع الراهب انت عم تطلع فيهم بالعدسة تبعي لا بتطلع فيهم بغير شيء طيب هلا بنرجع على ما تسأليني ليش لانه هاي المشاهدات بالبعض الاخر طيب حكيم خلينا نشوف شوي هيدي القصة معك كيف بدنا نحلها أيها. ما بدي فوت بموضوع المحاكمات بدي فوت بموضوع كتير أساسي كتير يلي الناس بتفكر فيه إنه يا حكيم قدامك هالقد واثق بحالك وإنه هالقد بريء وهالقد ما عامل شيء ليش بدك تترك هيدي العقلية وهيدي النظرة بذهن الناس ليش ما بتطلب إعادة المحاكمة أطلب عم بطلب بس مش إعادة محاكمات بس لأنه عم بطلب أبعد بكتير من إعادة المحاكمات حكما بهمنا حكما كتير بتهمنا بس كمان بهمني بذات الوقت ما تضل القوات اللبنانية وأنا شخصيا هيك المستهدفين وكأنه نحن موضوع الحرب كله سوا أنا بدي أسألك سؤال هل من الحق بمكان بقضايا الحرب في 150 ألف قتيل لبناني
بيبروا بيلفوا بدوروا تتهموني وتتهموا القوات بواحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة. طب خيي نحن وحدنا كنا بالحرب، طب رأيك مش ابسط 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 المنطق ابسط منطق انه نجي نقول تعاوتا نفتح خيي كل قصة الحرب؟ انا بدي اسألك نحن بقى نفتح قصة الحرب تنعمل شو؟ تنحكم بعدنا ولا تنبين بهالحرب مين عمل شو؟ مش تتعملوا مصالحة؟ تمام مش هيدا الشيء اللي حكيتوا فيه انتم كقوات لبنانية؟ المصالحة والحقيقة؟ تمام تمام تمام. انت برأيك هلا يلي عم بينعمل تجاهه هو بسياق المصالحة والحقيقة ولا بسياق من جديد اغتيال السورة؟ بس حكيم لما انت بتوقف بوجه الكل وبتدعي الكل وبنفتح الملفات كلها وخي انا ببلش بحالي بطلب اعادة محاكمتي بيلحقوك يمكن كلهم 100%. بل عم بتقولي جمعة الماضي بالتحديد رفيقنا أميل كيروز إيلي كيروز قام بمجلس النواب بالذات صحيح وطالب، وهلأ أنا برجع بأكد على طلبه بالنيابة عن القوات اللبنانية كلها وعن كل الحلفاء إنه يجب تشكيل هيئة وطنية عليا لكشف حقيقة الحرب كلها سوا تمهيدا للمصارحة والمصالحة، وبالتالي أبعد بكتير من إعادة محاكمة. فنحن أنا هلأ اليوم برجع بأكد على اللي طالب فيه رفيقنا إلي كيروز بشكل رسمي بتشكيل هيئة عليا لكشف كل حقائق الحرب، كل حقائق الحرب ما هيك؟ تمهيدا للمصالحة والمصالحة، مش لينكيات مثل ما عم بيعملوا البعض واتهامات زور وتلطيخ وتطليق صورة. بوقتها كنت تقول الحكيم وهلأ بعدك بتقول إنه أنت ما كان عندك ثقة أبدا بالقضاء يلي حكم بقضاياك بمرحلة سابقة ويلي كان على أيام الوصاية وما إلى ذلك، ولكن كان في نقطة مضوية لافتة بهذا الموضوع، إنه القاضي اللي حكمك القاضي فيليب خير الله كانوا يسموه قديس العدلية، قديس العدلية وكانوا يقولوا إنه لو ما كان ملف سمير جعجع مع فيليب خير الله كان انعدم 100%. بدي أقول لك شغلة، القضاة وهي واحدة من الأشياء اللي بعيبون عليها وهلا رح أرجع عيده، القضاة عنا بلبنان بيدرسوا ملف انطلاقا من الملف اللي مقدم له المطلوع يعني والقاضي يعني شو بيعمل؟ كانت بالملف. بالملف. طيب أنا بدي أسألك شغلين، بلبنان في شيء اسمه ضابطة عدلية إجمالا إجمالا مين ضابطة العدلية اللي بأكترية الأمور عم بحكي بأكترية الأمور هي اللي بتحضر الملفات بتقدمها قوى الأمن الداخلي إجمالا ضابطة هاي الضابطة العدلية ببعض القضايا مدير المخابرات أو الفلان أو فلاتين أو اللي هو ما هيك بقضايا كلها سوا مين ضبط العدلية كانت وين كنت محبوس مديرية المخابرات مين وقت مديرية المخابرات عهد الوصاية بامتياز هذا اللي بعيبوا عليهم أنا ما بعيب عليهم ضميرهم من الورقة بالطالع بعيب عليهم من قبل الورقة يعني كانوا متغاضين عن يلي عم بصير قبل الورقة بدي أقول لك شغلة مرة في شاهد اسمه ميلاد الحلو شاهد على سبيل المثال للحصر ميلاد الحلو فات شهد الشهادة بالمحكمة هو طلع لعطوه طلعوه على مديرية مخابرات قالوا كيف تشهد هيك بدك تغير شهادتك راح تاني يوم عم بتشكل القاضي قالوا انا ما دخلني انا دخلني بشهادتك هون رجع راح غير شهادته هون طيب القاضي رالف رياشي القاضي رالف رياشي كتوسع فيه ولا لا نفس الشيء مثل ما عم بقول لك كانوا ياخذوا على الملفات مثل ما بتوصل لهم بين ايديهم مين يحضرها مديرية المخابرات وين اللعب بمديرية المخابرات بس برجع بقول لك يعني أنا يوم القاضي رالف رياشي قاضي بالمحكمة الدولية يعني مش كيف بتوثقوا فيه هون وبتوثقوا فيه هونيك مدام بدي أقول شغلة نحن هلأ عم نرجع نطرح الموضوع من جانب الغلط صحيح من جانب المزبوط بدنا هيئة وطنية عليا لكشف كل حقائق الحرب أنا هلأ من هون بهالمناسبة بدأ لتشكيل هالهيئة الوطنية العليا منشكلها هيدي من قضاة متقاعدين أو يلي بيرتقي مجلس النواب بشكلها وخلاص نحن أول ناس منلتزم أنا رافع إيدي هلأ أول ناس ملتزم وبنقبل إنه تبلش معنا أول ناس بس أنت قلت حكيم إنه أنا بفتح ملف برجع بعيد ملف المحاكمات وبفتح الملف بصير رئيس جمهورية ليش؟ تصير في حصانة يعني لا 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 وشو؟ أول أصلاً إذا بنفتح ما أنا عم بقول لك إذا بنفتحها مش تنحكي تنتصارح ونصالح مزبوط ولا لا؟ صحيح لأنه إذا بدك تحكي مع أيام الحرب يعني بدك تحط كل الأحزاب اللبنانية بيجيبوا على الحبس مش هذا المطلوب مطلوب انه كشف الحقائق حكيم ضليت على مدى حكومتين معك وزارة العدل مع القوات اللبنانية بشخص مع الوزير ابراهيم نجار وهلأ لواء الشفريفي وزير العدل صديقك يعني كان فيك تعمل تقدم عليها هيدي الخطوة افترضي انا مزبوط صار في تأخير مني افترضي
بس بقيت الفرقاء ليش ما طلبوا بها؟ تعرف شو قصتهم بهذا الموضوع؟ في هالقد تكون صريحة معك حكيم، لما بتواجههم بهذا الموضوع كلهم أمراء حرب أو ثلاث أرباع، خلينا نقول أمراء حرب تما نظلمهم، بتعرف شو بيقولوا؟ لو بس سمير جعجع قتل بإيده. عن جد حكيم أنت قتلت بإيده؟ مش بصمة، هذا أقصى تجني ممكن، أقصى تجني. لك حتى بالمحاكمات المغلوطة يلي هن عملوها بالأحكام المغلوطة اللي طلعوها ما في هيك، هيدا أقصى تجني ممكن. أنا كنت مقاتل وقت الحرب هذيك، يعني عم بحكي 76 75 بهاوكن، بس بعدين لا غلط غلط غلط. تذكر لما انحل حزب القوات اللبنانية؟ كيف ما بتذكر؟ 21 أدار. تعرف مين كتب القرار بإيده؟ مين كتب القرار؟ بخط مين كتب القرار؟ مش اسمها؟ لا. ليش؟ مروان حمادة. أوكي. تعرف يا حكيم مين يلي أصر على موقفه أنه من بعد نقاش بمجلس الوزراء أنه لازم تنحل القوات اللبنانية؟ مين؟ رفيق الحريري وليس الهراوي مع حفظ الألقاب. تعرف يا حكيم مين بمجلس الوزراء اعترض على قرار حل القوات اللبنانية؟ سليمان فرنجي بكتير. ومشال سماحة. مشال أكيد مشال سماحة وسليمان فرنجي. أنا خليني أقول لك شو هاي المفارقة، سخرية القدر هيدي؟ لا خليكي معي. إذا سلمت جدلا بذلك، أنا صراحة ما عندي هالماضي، إذا سلمت جدلا بذلك، على قليلة رفيق الحريري الله يرحمه هلا، اللي بعد رفيق الحريري اللي استلموا مش على من بعد منه، مروان حميده، على القليلة قالوا إنه نحن متصرفنا وقتها مش مزبوط وهلا بقى نعمله مزبوط، بينما الآخرين بعده مستمرين بنفس الطريقة. أنا عبقت، ما عاش فيا، كيف قعدت هون 11 سنة؟ بدك تضلي ما بعرف ليه؟ كيف كنت تغسل وجهك؟ فرجينا هون فرجينا. فيدي قوم دلك كيف كان نعمل كل شغلة بشغلتها. فأزن هيدي هون هيك كنت أقعد، خليني أفرجيكي هون كنت بس بدي أحلق، يجيبولي مراية فليكس من برا حطها هون أحلق، يجي يخدر عسكري ويروح. هيدي المكنسية اللي كنت كنس فيها أوضتي، كنت أنا كنسها. كنت كنس الأوضة؟ طبعا أكيد، لأنه ما في حدا والفاري والهلب ومجامع وتنك و... لا ما في تنك، مجامع بلاستيك. هيدا الفاري كنت أجلي فيه صحوني، كنت أنا غسل وأجلي صحوني. هيدي هون الصابونة، هيدي يكون فيها تايد، يكون فيها تايد مشان تبقى غسل التواليت. قول بديك إيه؟ بس هذا الفنجان اللي كنت أشرب فيه، كنت أعمل شوية شاي أو كاكاو، يعطوني ما يسخني بعطيه في فنجان، يعطوني ما يسخني بهذا. فهذا كان الحمام والمطبخ والبنوار والكل شيء. وهيدي السجادة الحمراء. هاي كنت أعمل عليها رياضة. وين كنت حطها؟ وين؟ كل رياضتي كنت أعملها هون. كيف؟ هون هون هون. كنت حط السجادة هاي. كنت أعمل جوجين بشكل أساسي. عليا وارجع انزل اعمل كم حركه ثانيه بوش اب وهيك قصص جيمناستيك، يعني كنت زبط الحركات على ضوء اللي بقدر اعمله هون. انا في اللي بدك تضل ضل، انا بدي اظهر. شفتي كيف؟ ما عاش فيا. اذا بعبك تتهميني بدي ارجعك لهون. حكيم ليش بتحب تشرب قهوه بفنجان البلاستيك؟ لانه بالحبس كانوا يعني يعطونا القهوه، كان يطلع لي بالنهار فنجان قهوه، كانوا يعطونا ايه بفنجان بلاستيك، وبيني وبينك تعودت عليها، مشان هيك من بعد ما طلعت من الحبس بكفي هلا بشرب قهوه. هيك معود على كثير قصص من الـ من الـ من الحبس، حتى اكلك هلا اذا يعني اشياء بتاكل هيك مثل العصفور على الخفيف. اذا اشياء منيحه ولو كان واحد تعلمها بالحبس، اذا اشياء منيحه وجيده ليش ما يكفي فيها؟ بقى تعودت مثلا بشوفها خفيفه نظيفه هيك، ضروري كل مره فنجان بورسلان وثقيل و... لشو؟ حكيم بالحبس قريت كتير. ايه متذكر كم كتاب قريت؟ بالحقيقة لا، لأنه ما كنت عدهم. مش هلا هيدا جزء من الكتب. ايه عينة صغيرة. ما فيني أقدر قديش، 200 300 500 ألف. شو أجمل ما قرأت هيك بتحس أكتر شي كان قريب منك، أكتر شي لقيت حالك فيه؟ يعني ما كنت أقرأ شغلة إلا ما كنت أكون مهتم فيها كتير. يعني مش انه حدا حطت لي برنامج وبالتالي بلاقي اشياء بحبها اشياء ما بحبها، ما كنت اقرا الا الاشياء اللي بحبها. بدي اقول لك شغله بهالخصوص، ما في شيء بهالدنيا الا ما في جانب من الحقيقه، ما في شغله هي الحقيقه بكاملها
بس ما في شغلة شو هي أسوأ شغلة بالعالم حتى بتلاقي فيها جانب من الحقيقة في مكان ما. مشان هيك كل النظريات، كل الفلسفات، كل الديانات، كل 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 بتلاقي فيها جوانب معينة بتخدم منها شيء، بتتسلط الضوء على من زاوية تانية على الحقيقة، وبالتالي بتشوفيها بشكل أوضح وأوضح بكافة الأحوال. أنا الحلو بالقصة إنه أنا كنت أختار الكتب اللي بدي أقرأهم. هلا أوقات كنت أختار كتاب أول ما يوصلني الكتاب وشوفه وأقرأ أول صفحة صفحتين منه حس مش هذا هو بوقفه، مش إنه بقرأ الكتاب، مش إنه بدي أعبي وقتي، بدي أعبي هوا يا لا 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 على الإطلاق على الإطلاق. الكتاب الملاي إنه هذا هو لا بوقفه دغري ببدله بكتاب تاني. كنت عم تحكي عن التيارات والأديان والفلسفات، غصت كتير بالفلسفات وبالأفكار. حكيم، يقال إنك كنت بالزمانات قبل الحبس متأثر بهيك تيارات فكرية يلي كانت تحكي عن عظمة السيد المسيح كإنسان، ولكن بدنا وقت لنتقبل ألوهيته، صحيح؟ لا، كنت أقرأ أكثر شيء اللي كنت كتير متأثر فيه تيار دوشارنان، هذا كنت كتير متأثر فيه بنظرته هو للأمور، لأنه من أيام مرق أغسطينوس لهلا إذا بدك بما يتعلق بالتيولوجي نفس الترجمة بدون ما تنزل على أرض الواقع، يعني نفس المبادئ هيك الفلسفية أو حتى الروحية بس بدون ما تنزل على أرض الواقع. إجا تيار دوشارنان جرب يعمل نوع من المألفة بين هالنظرية وبين كتير من الحقائق العلمية اللي صرنا نعرفها، فطلعت حية أكتر بكتير. يعني شو له علاقة تطور الكون بنظرتنا نحن الدينية للأمور إلى آخره إلى بس هي ما عقدت لك حياتك العادية يعني؟ حكيم لما بيكون إنسان هالقد متعمق بهيدي الأفكار والروحانيات وهيدي الأمور تتعقد حياته العادية العملية، يعني بصير يربطهم لا شعوريا ببعضه. هلا انتبه، في مكان ما هالخوف موجود. أنا بتذكر كلمة القديس بطرس كتير كتير حلوة، كان بوحدة من رسائله بقول العلم ينفخ ولا يغني. وصراحة بشوف في حياتي بعض الناس مجرد ما يتعلموا بصيروا عايشين بدنيا أخرى ما إلى علاقة بدنيا الواقع اللي احنا عايشين فيها. مزبوط، بس مش معناته أنه إذا قريتي خلص صرت بغير دنيا. فيك تقري وبذات الوقت يضل إجريك على أرض الواقع، هذا بيكون أفضل شيء لأنه بتكوني أنت عم تربطي بين عالمين هن مربوطين ببعضهم، يعني عالم الفكر والمعرفة من جهة وعالم الواقع من جهة أخرى. شو بخصوص ميكيافيليتك؟ في ناس بيشوفوك مؤثر بميكيافيل، وخاصة بطريقتك بالعيش، بطريقتك بالتعبير عن حالك عن ذاتك، حتى بصورك حكيم. يعني معلش أنا بدي أكون شوي صريحة حكيم، صريحة صورك شوي متقدمة بالصراحة ما قبل الوقاحة حكيم، شوي هيك صورك يعني أنه عشوي أنه سلام على اسمك، يعني صور بيشبهوا صور المسيح، بيشبهوا بوزيسيونات مرشال بي، يعني في ناس كتير عم بيقولوا أنه عم بتبالغ بهيدي القصص. اتأكدي تمام، وهلأ أنتم كان عندكم تجربة صغيرة من خلال تصوير هالحلقة. تأكدي تمام، ما فيني أصطنع أي شيء، ما فيني مثل أي شيء، بعيش الشغلة مثل ما أنا حاسسها مثل ما أنا شايفها. تاني شيء، بعيد الشبه 100,000 مرة، بعرف حالي بعيد يمكن مئات السنين الضوئية إن كان عن قد الشربي ولا غيره، بس بذات الوقت بعيش أنا اللي مؤمن فيه، يلي أنا عايش يلي مؤمن فيه، وبالتالي ابدا ما ببالغ، لانه ما ببالغ بشيء لا بهي ولا بغيرها. الصوره يلي شايفتيني فيها هي صورتي الحقيقيه. هلا بما يتعلق بماكيافيلي، بتستغربي انه الكتب الوحيده يلي ما قدرت كفايه بقراءتها هي كتاب ماكيافيلي، خصوصا لو برنس. ما قدرت لانه منطق، اذا بدك منطق على اللبناني، يعني المنطق تبعه هيك المبادئ العامه يلي بيطرحها انا ما بوافق معها كليا كليا. واكبر دليل سام بقول لك شغله، حدا مرشح رئيس الجمهوريه بيجي بيطرح برنامج بهالوضوح بيقول شو بده يعمل فيه، وكانه انه مش فرقان اللي بيسوي انه اذا حدا صوت ولا ما صوت، المهم انه يطرح البرنامج مثل هو. هيدي انتي ماكيافيليك، هيدي بعكس كل شيء كان يدعي لماكيافيل. ماكيافيل كان يدعي على طول للتستر وللضمنيه ولل انه واحد يجرب يغش قد ما فيه، يا ريت التقيه يغش قد ما فيه، عرفت كيف، ويضحك على الجمهور تبعه، الشغلات اللي بعكس كلياً
كل شيء صرت عامله من 30 سنه لهلا. كيف علاقتك مع الله ومع الممارسه، ممارسه الدين؟ يعني هلا في ناس بيكونوا كثير مؤمنين كثير قريبين من الله ولكن غير ممارسين. لا انا رايي بدك على قليله حد ادنى من الممارسه تكوني مؤمنه. ما فيك تكوني مؤمنه بالهوى، مثل شيء بده يتجسد في مكان ما بكافة الأحوال. ما الإنسان كمان من لحم ودم، يعني إذا ما حط هاللحم والدم بالجو المطلوب من خلال الطقوس. أنا أحلى شيء بالنسبة لي التراتيل، مثل ما شفتي يعني حافظ كثير التراتيل، لأنه يعني هني بحطوكي بالجو بالجو المناسب تتقدر تضلي مؤمنة، وإلا مؤمنة هيك بالهوى ما بتزبط لوحدة. فمشان هيك لا، من جهة أنا مؤمن، أكيد أنا مؤمن، من جهة تانية أنا ممارس للطقوس الدينية، لأن الطقوس الدينية هي اللي بتحطك بجو يعزز لك إيمانك أكثر وأكثر. يعني هذا الإيمان هو اللي ظهرك من هالزنزانة برأيك؟ على الأكيد الإيمان، انتبه الإيمان منه معرفة، مش إنه شغلة بتعرفي. إيمان هو حالة بتعيشيها، صحيح. بتعيشي هالحالة بدك تضلي فيها، ما فيك تسكري بدون ما تشرب مبيد، ما فيك تأمني بدون ما تكون. كيفك أنت وبكركي؟ كثير منيح. قد إيه كثير يعني؟ كثير. طب ليش ايام البطرك سفير كنت اقرب الى بكركي من ايام البطرك الراعي؟ لا بالنسبه لبكركي على طول نفس القرب. هلا بتعرفي بالنسبه للبطاركي وللاشخاص وللشخصيات، يعني في شيء تعملي مع حدا اكثر يمكن مع حدا ثاني، صارت مشي يعني، صارت فروقات كثير بسيطه على المستوى الشخصي بس مش اكثر من هيك. شو رايك بزياره البطرك على الاراضي المحتله؟ اليوم في ناس عم بيقولوا انه ممكن بس ما بعرف ليش يفكروا فيها بالتطبيع مثلا. صراحه شو العليا يعني، ما بعرف ليش هالضجه كلها سوا. انا بدي اسالك مثلا الرئيس محمود عباس عم بيطبع هلا بوجوده برام الله؟ هي ارضه، هي الارض، هي فلسطين يعني، وهذا ارضه بترك الراعي، هي ارضه. ما بنفكر يعني بس اليوم عنا محاذير كدولة إسرائيلية عدوة، عنا محاذير نحن يعني نحن كسياسيين عنا محاذير، بس البترك الراعي لا، هاي أرضه كمان عنده هونيك مؤمنين، منه رايح تيعمل سياسة هونيك، منه رايح تيعمل علاقات، رايح هونيك تيشوف كنيسته. انت عارف الموارنة عندهم دائرة هونيك، صحيح. عندهم مطران هونيك بشكل مطران سياح طيب كان هونيك، كان هلا في مطران غيره، ايه مطران سياح صار هونيك. وبالتالي شو بتفرق هاي عنها؟ إذا بدك تطرح زيارة البترك الراعي اطرح وجود مطران للموارنة بالقدس. لا عنا مطران. بعدين بدي أسألك، هلا صحيح وحدة لا تقارن بالأخرى بمكان ما، بس تقارن فيها بمكان آخر. ما هيك اليوم راح على سوريا من سنة سنتين. سوريا مش عدوة، سوريا مش عدوة، بس النظام اللي فيها هلا صار هذا صار موضوع تاني. حكيم إذا عملت رئيس جمهورية والرئيس بشار الأسد راجع رئيس جمهورية، شو بدك تعمل؟ رئيس بشار الأسد مش رجال رئيس جمهورية. مين قال؟ على ما يبدو هلا عندهم انتخابات والناس حابينه يعني. يمكن هلا بتقول لك شغله، الناس كلهم انتم حابينه بس مش الناس حابينه. مين الناس كلهم انتم يعني؟ بالمحطة يعني. لا مش ظابطة معك هيدي حكيم. بس الناس هونيك أي ناس حابينه؟ في 3-4 مليون سوري برات سوريا هو بده ينتخبوا رئيس جمهورية. السوريين اللي بمناطق المعارضة مرتين أكثر من سوريا اللي بمناطق النظام هو حابينه. طب هلا بغض النظر عن هالموضوع حكيم، اذا رجع الرئيس الاسد رئيس جمهوريه وصرت انت رئيس جمهوريه، ودولتين شقيقتين في بينات بتطلع الشام الرئيس الاسد؟ ولو الزمانات طلعت على الزيت لما توفى باسل الاسد، هذا كان واجب اجتماعي، صحيح. هلا بتطلع على الشام كرئيس جمهوريه؟ هلا بدي اعزل 200,000 سوري صرت. تقول لك شغله، فيه الرئيس الاسد يعمل قد ما بده، يعني بيعمل مسرحيه اللي بده اياها هو، بس حتى الدول الأكثر قانونية، أنت عارفة لحد هلأ مجلس الأمن بعده بيتعاطى مع رئيس بشار الأسد إنه رئيس دولة، بس من طبعا. بعد الانتخابات هيدي ما راح يتعاطوا معه، لأنه مش منطق ولا بالقانون الدولي ولا بالقانون المحلي ولا بالواقع المحلي إنه هاي انتخابات بده يطلع عن رئيس جمهورية. أي انتخابات؟ هلأ فتحنا برانتاز بهالموضوع، القوات اللبنانية مين بيمولكم؟ نحن 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 مين أنتو يعني؟ نحن قوات لبنانية. لا ما تقلي اوعى تقلي اشتراكات حكي. لا الاشتراكات هيدي تبع الشباب كتر الله الف خيرهم، بس ما بتقيم احساب هيدي. في كتار متمولين نحن بمولونا يعني، غيرنا نحن حكيم معاش الشهري بتاخدوه من يو تي في قد ما رافعين علينا دعاوى وبتربحوه. انا شفت كثير غير هيدي شو من وين التمويل؟ وبدي اتمنى عليكم ما تفقدونا هالمصدر التمويل. اكيد لا بوعدك بصم منه لا يعني رح تضلوا تتقل علينا ها.
رايق عم تاخذ حكيم يعني كل احتفال بتعملوه حكيم لحاله بده ثروه يعني بسم الله عليكم قمه التنظيم بس بدها مصاري هيدي ايه بس اذا بتشوفي مزبوط قديش في ناس مندفعين بالمجتمع من اصحاب شركات مثلا الشغل اللي بيعملكم اياه انتم طبعا بفوتروا لكم احنا في كتير ناس ما بتفوترنا لمعلوماتي برجع في كتير رجال اعمال كتير مش عم بحكي واحد واثنين وثلاثه على الطريقه الاوروبيه والامريكيه لا بهمهم الامر القوات اللبنانيه في كتار منهم طالعين من صفوف القوات اللبنانيه وهن الله نعم عليهم بالوقت الحاضر ما تتصوروا شو بيعملوا قديش بيعملوا فمن هالناحيه كتر خير الله عدا انه انتبه ما تفكري مصروفنا كتير بهالايام لعنا عسكر لعنا امن لعنا مؤسسات اجتماعيه لعنا 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 لحالها هون المقاربه ايه بس هي كل القصه انت عارفه مثلا انه مكاتبنا بالخارج مثلا مكاتبنا بالخارج كل مكتب مصروفه على حاله حكيم طب ليش يقال انه في مبلغ معين من دول الخليج بيوصل للقوات اللبنانيه كل شهر هيك من الاخر لا مش مزبوط مش مزبوط لا واكبر دليل برجع بقول لك مصروفنا مصروفنا اذا بدك كنايه بس عن مصروف الايد المركزيه بمعراب واحتفالاتنا يعني مش كارثه هون مش انه عم بكلفوك 10 مليون دولار بالسنه حكيم. لا ايه اعلام لحالها بدكم بلاوي لا يا شيخ مش هالقد هدي درع القماش هودي كلهم مش بتكاليف لانه نحن مرقين فيها مش بتكاليف سكنه وحده كل شيفتي بالوقت لا سكنه من اصل 50 سكنه يعني بدك المصروف شوفي حزب الله مثلا 30 ألف متفرغ حزب الله بيقول انه ايران عم تدعمه انتوا ليش عم تقولوا وين مصدر دعمكم لانه ما في مصدر دعم ولا شو بنقول بعدين دعم لشو انه دعم باللي عم نعمله نحن ما بدها هالقد يعني ما بدها هيك موزان ضخمه وقت بقول لك رجال اعمال يعني شو واحد بتبرع منه ب 2000 دولار لا فينا نطلع على الحريه يلا هي هلا وصلنا على مطرح ما لازم نوصل ست ريدا لو ما فات الحكيم على الحبس كان ممكن تكوني بالمحل اللي انت فيه هلا يعني كان ممكن تكوني مسكتي حزب كان ممكن تشوفي حالك بالسياسه هلا طبعا لو ما سمير فات على الاعتقال اكيد انا ما كنت مسكت زمام الامور مثل ما صارت ولكن مسكت المسؤوليات اللي رجعت مسكتها فيما بعد هلا اكيد ما كنت عشت سيده منزل فقط كنت بدي أعمل شيء من حياتي بس أكيد ما كنت فتحت لي هالأوبورتونيتي أو ما كنت انوجدت بهيك ظرف صعب إنه اضطر أمسك المشعل وأكمل لحد خروجه من الاعتقال حسيتي حالك غلط يعني بمحل إنه أنا شي مرة سألت حالك إنه أنا ليش شو عم بعمل هون هذا محل الطبيعي شو كنت مفكرة إنه ممكن تكوني كنت يعني بالحقيقة بهديك الفترة كان صرنا تقريباً 3.5 سنين مزوجين كنت عم بعمل علوم سياسية أكيد أول ما صارت الأمور وأخذ قراره أنه يواجه من خلال اعتقاله وصل لهون لأن قالوا له سافر لبرا ما راد يسافر أكيد طرحت على حالي أسئلة كتير كبيرة لأن بالمحل اللي أنا كنت فيه كان محل خطر جداً يعني أنا هددت بالاعتقال فتحوا لي ملفات كنت عايشة ظرف غير طبيعي عروس زوجة مش حدا مني قادرة عيش كأي كوبل تاني يعني كان ظرف كتير 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 صعب أكيد سألت نفسي شو عم بعمل هون وإنه طيب بكمل ما بكمل البعض من أهلي قالوا لي بركي أزبط أني سافر عيش برا تما يضغطوا علي أو ممكن يأذوني أكيد طرحت على حالي أسئلة كتير كبيرة فكرت تطلقي؟ لا ولا مرة فكرت طلقي بس شي محلات بس كنت اشتد الأمور علي كنت أقول يا ريت بنام وما بعد أقوم بس ما بحياتي فكرت إنه أتركه يعني كنت تتمني الموت؟ نعم كنت أتمنى أحياناً بس ولا مرة فكرتي إنك تتركي؟ لأن كنت أعرف إنه إذا تركته أنا بعرف شو كان انعكاسات عليه هو كإنسان وكزعيم سياسي حملت المشعل 11 سنة لحد انه هلأ يقال انه بعدك انت البوس وبعدها كلمتك هي يلي هالقد بتأثر بالشباب منه صحيح اول شيء انا حملت المشعل مزبوط بس كنت محاطة من مجموعة من رفاقنا بالقوات اللبنانية بصفوا دموع العيون اللي هن امنوا كمان بالقضية اللي حملها سمير جعجع ووقفوا بجانبي
أما بالنسبة لليوم صحيح أنا إلي وجودي بقلب الحزب مثل أي نايب حزبي، وجودي مثل وجود إلي كيروز النايب جورج عدوان، بس مش مزبوط إنه أنا ماسكة زمام الأمور. في رئيس بكل معنى الكلمة، هو إله كلمته، وبنفس الوقت أنا بأثر على سمير جعجع كزوجة قد ما أي سيدة بتأثر على زوجها، وبالإضافة بأثر عليك عنصر بقلب الحزب كأي عنصر آخر أو كأي قيادة آخر بقلب الحزب. هل أنت اليوم عنصر بس عنصر بالحزب ولا؟ أنا بس أقول عنصر، كان قصدي أقول إنه كأي مسؤول بقلب الحزب. بس شو اليوم مسؤوليات ستريدا جعجع بالقوة اللبنانية غير الهيئة التنفيذية وغير إنه عضو بال؟ أول شيء الهيئة التنفيذية مش حبة وحبتين، بما يختص إنه شو أنا بقلب الحزب اليوم. أول شيء أنا نايب بقلب الحزب على منطقة قضاء بشري، بالإضافة لأنه عضو بالهيئة التنفيذية، والعضو بالهيئة التنفيذية يعني عضو بأعلى سلطة بقلب الحزب. من هالمنطلق طبعاً مني عنصر عادي، بس بنفس الوقت مش أنا اللي بياخد القرار بقلب حزب القوات اللبنانية. القرار يتخذ بين رئيس الحزب، يعني تحت القانون انت بالقوات ولا فاتحة حسابك يعني؟ شو قولي عم بسألك. لا تبين الحزب هالقد ناجح وهالقد له مستقبل، ببين انه في تراتبيه بالحزب. يعني ما في جناح ستريدا جعجع بالقوات اللبنانيه، هيدا كلام حكى كثير عن هيدا كلام الحكيوا عنه الناس منهم المسؤولين، حابين بالنتيجه انه يضربوا صوره القوات اللبنانيه، هيدا منه كلام دقيق. واكبر دليل انه نحن بالنتيجه عندنا مسؤولين بكل المناطق، والقرار يتخذ من تحت لفوق من فوق لتحت، يعني في دينامية قائمة من القيادة من رأس الهرم للقعدة ومن القعدة لفوق حسب شو الموضوع وشو الاستحقاقات المطروحة. ستريدا جعجع النائب بالبرلمان اللبناني. نعم. يعني اليوم أنت بتتميز عن بقية النساء. الله يخليكي، مع احترامنا لهم كلهم. لا أكيد، بس نعم. إنه دائما حتى بكل شيء، يعني حتى بطلتك بيبقوا ناطرين. فينا نقعد شوي؟ تفضلي. بيكونوا ناطرين ستريدا شو لابسة وكيف عاملة الميك أب وكيف عاملة شعرها، قبل ما يكونوا ناطرين شو بدها تقولوا. يعني الشكل دايما بيكونوا ناطرينك، فهذا الشيء بيخلق لك معنويات، بيعطيكي معنويات. كنت بتمنى يكونوا ناطرين شو بدي احكي اكثر من يكون شو عامله مكياج وشو لابسه. وبالاجمال بلبنان السيده اللبنانيه مصيوطه بانه هي حدا مزوق وحدا بينتبه على الشكل بالرغم من كل المشاكل بتبقى السيده عم تقطع فيها. هلا طبعا السيدات نحن مثل ما بتعرفي من اصل 128 نايب في 4 سيدات فقط لسوء الحظ. من هالمنطلق برايي العنصر النسائي في ضوء عليه اكثر. كان لنا شغل كثير مهم بموضوع المراه وموضوع العنف الاسري اللي اشتغلنا له، بالاضافه للمداخله اللي عملتها انا بالمجلس النيابي اللي اخذت صدى كثير كبير. صحيح. يعني كان لاول مره انا بحكي نهار اللي كان مفترض انه الحكومة تاخد الثقة. مداخلتي بالحقيقة كانت ملفتة جدا من ناحية اصغاء النواب الرجال اللي كانوا موجودين، لدرجة انه بتكب الابرة بتسمعي رنتها. وانا هاي الصورة اللي بحب اعطيها عن نفسي بالاجمال اكثر من ما انه التركيز اللي بيصير على الشكل. بس مش غلط، يعني هيدا جميل نعمة من الله. عم نقول لا، كتر خير الله. وكتر خير الله. الله ما بينطبق، كتر خير الله كمان ما بينطبق عليك سوابيل اتيتوا، يعني فهيدي الناس بتنطري. بس انت مقلب الكلام ومقلب الطلات الإعلامية، القصة مقصودة ولا هيك؟ أنا من الأشخاص ما بطل إذا ما عندي شيء أقوله، وأنا بعتبر إنه الإعلام هو السيف ذو حدين. من هالمنطلق بس يكون عندي استراتيجية حاططها، وبعتبر انه بدي وصل اللي بدي وصله، اكن بالناحية الانمائية او السياسية بخطط انه طل وبخطط كيف بدي طل وبقديش الوقت اللي بدي طل فيه ومن اي وسيلة اعلامية. هالتفاصيل كلها بدرسها بالاجمال، مشان هيك ما دايما بطل. مع انه ما بخفيك انه على البرامج اللي عم نشوفها مؤخرا وين ما كان بيجيني بالقليل كل اسبوع دعوة او دعوتين او اكثر.
أكين راديو أو أكين وسيلة تلفزيونية أو بس كتير كتير أنا حريصة إنه أعرف كيف طلوا من أي منبر حسب شو بتكون. طيب ما بتخافي إنه الناس تأخذ عنك فكرة إنه مغرورة أو إنه شايفة حالة؟ لا بالعكس، ليش؟ أنا بشوف إنه الناس تأخذ فكرة إنه هيدي سيدة أولاً مسؤولة وراسعة كتافها وبتعرف امتين تطل وامتين ما تطل رصينة، لأن أنا بشوف كمان الإطلالات اللي بتصير دايماً اللي ما عنده الشيء الواحد يزيده ما إلا طعمه. ستريدا بتتصنعي طريقة الحكي الهادية الراقية اللي هيك ولا هيدي طبيعتك؟ هاي طبيعتي، هاي طبيعتي. أنا عم بسأل الأسئلة يلي الناس بتسألها ويلي الناس بتسمعها. وأنا كني سمع. طيب في بعد موضوع كتير مهم. أول شيء أنت راضي عن القانون يلي صدر عن مجلس النواب المتعلق بالعنف الأسري؟ أنا بنظري النساء مش راضين. بعرف إنه مش راضين وأنا بتفهمهم، هاي بداية جيدة، وإنما مثل ما بتعرف ما فينا نحصل على كل شيء. نحن اصطدمنا بموضوع الأحوال الشخصية، صحيح. هن كانوا رايدين أكثر وأنا بتفهم، وإنما بدهم يعرفوا إنه نحن ما فينا بالقوة نوصل على البدنية. الأمور بدها حكمة، بدها روية، بدها طول الليل، بدو الواحد يعرف كيف يطرح الأمور طيقدر يوصل لها. سيدة معراب، كيف عم تتحضر لا إذا صار الحكيم رئيس جمهورية تصير سيدة أولى في قصر العبدة؟ أنا بنظري خلينا نحكي عن شو السيدة الأولى بالنسبة لإلي. أنا برأيي أنه السيدة الأولى هي مش وظيفة بحد ذاتها أو بوست. يعني أنا بشوف، أنا مثلاً بالنسبة لإلي اللي أخذ لي رأسي هلأ، أنه كيف سمير جعجع بده يتحضر تيكون رئيس جمهورية؟ لأن أنا بعتبر أنه الرئيس هو الأساس، البرنامج العمل اللي هو حامله كيف بده يقدمه، كيف بده يوصله. أنا بعتبر أنه السيدة الأولى هي منه بوست بحد ذاته في سلطة قادرة هي تغير من خلاله كتير أمور. أنا إذا بترجعي لي أنا كست، أنا بعتبر أنه حققته بحياتي كان كبير بشكل وعميق بشكل وإله طعم بشكل، أنه أنا بشوف هيدا البوست إذا وشي نهار وصل زوجي وعند رئيس جمهورية ما رح يقدم أو يأخر عندي أنا كسيدي. يعني أنا ما بشوف أنه أنا ناطرة هالبوست تقدر من خلاله حقق، وخاصة أني أنا نايب بمجلس النواب، بعتبر أنه اللي قدرت حققه بهالثمان سنين بكل تواضع بمنطقة كانت هالقد متروكة صار لفترة كتير طويلة هو إنجاز كتير ضخم. بيعطيك صلاحيات أكتر كمان كسيدة أولى. بيعطيني صلاحيات، صح، بيعطيني صلاحيات أنه بيفتح لي مجالات أكتر على أني أتعرف على أشخاص وأقدر شركهم معي بالقرارات اللي بدي اهتم فيها. إذا وصلت أنا أول شيء كيف عم بحضر حالي؟ أنا بعد ما حضرت حالي، أنا بحتاج أقول لك الحقيقة وما فكرت كتير بالموضوع لأن ما اعتبرها أنه بعد القصة يعني ماني شايفتها أنه لا محالة واصلة. هلأ بتقولي لي شو مشروعي أو شو ممكن أطرح إذا وصلت؟ هلأ طبعاً في عدة أشياء. بالنسبة لإلي رح كون حاملة ملف بشري بين إيدي، ملف منطقتي، لأن أنا بالنسبة لإلي أساسي وجوهري قبل ما أعمل سيدة أولى أنه كمل كنايب بالمجلس النواب، لأن أنا بعتبر أنه في ملفات كتيرة بعد ما قدرت حققها ونفذها. رح يكون في ملف المنطقة حملته، أضف إلى ذلك رح يكون في ملف بعد ما أخذت خيار فيه يعني كل اللبنانيين معنيين فيه، وأنا هون بروح على الشيء له علاقة بالإنسان، يعني حقوق الإنسان بشكل أساسي. بس أنا بعتبر حالي معنية بشكل أساسي بموضوع حق السجين، لأني أنا مرقت وعشت هالمرحلة وبعرف شو يعني. بقى حقوق السجين، المرأة كمان عنوان أساسي ممكن يكون على جدول الأعمال، وفي ملف ثالث بالنسبة لي اللي هو حقوق الطفل كمان. يعني بعد ما أخذت خيار بأي اتجاه كله بيرجع على أنه بده يندرس، لأن على الأكيد نهار اللي بياخد القرار أنا حدا بتابع بشكل يومي ملفاته تقدر أوصل. شو رأيك باللي بيقوله أنه لو ترشحت ستريدا محل سمير جعجع كانت طلعت رئيس الجمهورية؟ أنا بعتبر أنه هاي نكتة. من خلال جولاتي كنا عم نتابع نشوف قديش بنبسط القيادات فيك بس تفوتي. وأنا بنبسط فيهم. أول شيء ما في فرق بيني وبين الحكيم، لأن بالنتيجة نحن حامين فرد مشروع سياسي. بل بيقول أنا بنتخب ستريدا جعجع على موقع رئيس الجمهورية، بس سمير جعجع لا، أنه
أنا بالنسبة لي نكتة هاي بقى. طبعا نحن بنحلم كمان انه يجي يوم من الايام انها توصل سيدة على سدة الرئاسة، وليش لا؟ توقيته هلا كتير صعب برأيي وبنظري، مش الوقت المناسب، بس بيجي وقت اذا الله بيريد بيكون سيدة على راس سدة المسؤولية، وليش لا؟ حصرمي بعين مين بدك تحطيها؟ بأي موضوع؟ في كل المواضيع اللي بتزعجيك. لا هو منه المطروح اليوم حصرمي او لا، الا هو مطروح حلم، انه نحن بنحلم يكون في عنا بلد سيد حر مستقل، بنحلم يكون عنا ما نقصنا شيء. يعني اذا بتشوفي جغرافية لبنان ماشي، بدك ساعة بتصيري بأقرب جبل، ساعة بتصيري على الساحل، قادرة تعملي ببعض الاوقات بنيسان او بأدار نيسان بتكوني عم تقدر تتسبحي سكي وسباحة اكزاكتومون، وتقدر تطلع تعملي سكي. هذا اذا اجى ثلج ستريلا. بس انا بقول انه لا، انا بقول بحلم مثل ما بيحلموا 4 مليون لبناني يكون في عندهم بلد سيد حر مستقل، ما ناقصوا شيء. وقت تشوفي هالشباب هالطاقات يعني بتقولي والله حرام يطلعوا يتركوا بلدنا ويسافروا تيقدروا يحققوا نفسهم برا. للاسف هيدا الجنينة يلي صار فيها محاولة اغتيال. لا مش هون، بعد شوي لقدام إذا بتحبوا إنه نتمشى نفرجيكم إياها. هيدي هون الجنينة اللي صارت محاولة اغتيال الحكيم لقدام شوي، وبتشوفي إنه بالنتيجة نحن مؤمنين، أنا حدا كتير مؤمن، ولو مش هيك أكيد ما كنت قدرت استمر بالمراحل الصعبة اللي مرقنا فيها بحياتنا. بتقولي إنه فعلاً في قدرة إلهية بالنتيجة، هي راعيتنا، هي حط عين علينا، هي حميتنا. ستريتا بعدك بتحبي لها سمير جعجع قد الأول؟ بتحك بس تسأليني هالسؤال. ليه؟ إنه سؤال مشروع. هلا هو سؤال مشروع لأي كوب طبعاً، بس شو صبايا؟ ها؟ هاي قلبي كيفنا اليوم؟ منيح، جيت وانا جايبك. جيت على السؤال اللي ما خليك تاخذ جواب. تما يغزوا كربيتي بالجازون. بس يكونوا عم بيحكوا اثنين ستات ما بنستاجي نقرب. خليها تجاوب قدامك، كنت عم بسألها إذا بعدها بتحبك قد الأول. ايه بجرب شو قالت لي؟ ما خليتها تكمل الجواب، جيت علينا مثل قضى المستعجل. لا خليها تجاوب بوجودك. خليني روح شوي بتجاوب وبعدين هيك بتسبح حكي حلو. يلا بعدني بحبه قد ما بحبه. اول انا بقول انه اكيد العلاقه اللي بيني وبينه هي منا علاقه، مع احترامنا كاي كوبل تاني، يعني مرقت بكتير مصاعب وصمدت وبقيت مستمره، يعني منا هينه. لو ما في شيء صلب بيجمعنا بتدفع غيري بتلاقي، يعني لو ما في شيء مدفوح غيري دافع 11 سنه لو ما في شيء صلب بيجمعنا اكيد، يعني طريقه عيشنا صعبه جدا. شو بتستاهل على الجواب؟ ستريدا هي اللي دفع 11 سنه. شو بتستاهل على الجواب؟ بتستاهل بوسه بس بعدين. طيب اذا انا اعطيتك هيدا هلا بتعرفي شو ذكرتيني بمحاولة الاغتيال؟ ما هو مشان هيك عم بعطيك اياها. عم تحكي جد؟ هلا معقولة انسان تخلصوا هيدي؟ ايه مش معقولة، هيك صارت. كيف صارت؟ وكنا بالفعل هون تقريبا ايه هون هيك شي وهي كانت اذا بدك هي مثلها يعني ايه كانت هيك على الطرف هونيك. بقى وصلت لهون هيك وعم بلش نخت اتفرج عليها، لانه مثل هالوقت طبعا محاولة الاغتيال صارت قبل بشهر من هلا. صحيح. يعني احنا اليوم قديش بأيار؟ هي صارت بأدار بنيسان قبل يعني بشهر. كان طالع هيدا الورد الصغير الاصفر. ايه كان طالع بس اصغر من هيك بعده، ودليلي اكثر من هيك. انا عم نخ وبعدين صار كل شيء. او هلا حتى فرجيكي وين محل الرصاصات. يلا بنشوف من هون. اصر هو انه المحل اللي قوصوا فيه يبقى، مشان هيك مثلا بتشوفي الخشب رح نفتحه ببينه رصاصتين. هلا طبعا هيدا الازاز ما بقي شيء منه. ايه نزل. بتشوفي محل الابيض فاتت اول رصاصه، وفي رصاصتين هون بقلب الخشب. طب ليه حكيم بدك تتركهم بالرصاصات؟ يعني في اشياء واحد بتركها للذكرى. وين هن؟ اجوا 3 رصاصات، واحدة اجت هون واثنين عملنا هيدي عملهم كمان خشب.
لا هو الخشب هو أسكي كان خشب لكن مثل ما الثاني بس عملنا هل 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 هالترتيب تقدر نفتح ونسكر لكن محلها هاي وحده هاي وحده وحده فوق ثلاث رصاصات هاي ثلاثه اذا بتشوفي اذا بتشوفي مثلا شوفي وين كنت واقف انا شوفي كيف بصيروا الرصاصات مثلا هيدي فرقت على 5 سنتيمتر يمكن من كتفي من هون هديك طلعت عالية وهي من هون طلعت عالية في شي جديد بي بالموضوع؟ كيف تكون في شي جديد؟ طالما في مطارح وفي وفي مجموعات ما بتقدر تدوي تحقق فيها ما بقي شي جديد طيب حكيم يعني بالمعنى إذا بدك الأمنة تعتبر هيدا هدف صايب 100% أي طبعاً أي. يعني هذا موضوع نحكى فيه كتير وخبرة حللوا فيه هذا الموضوع خبرني شغلي هلأ إيه كيف تحافظوا هيك هالقد على علاقتكم الحلوة شو بتعملوا هلأ كانت عم تشتكي منك لا بتظهرة ولا بتسهرة ولا بتكذرة ولا بتجيب لك كادو لا بتجيب ولا بيسفرني ولا بيسفرك ولا فاكيشن ولا شيء شو القصة كيف هذا بالمزح بتعرف الستات يعني في حد أدنى من ال هيك من النق وقال الست ما بتكون ست بس بالحقيقة هو مزبوط يعني هيدي أمور ناقصة بحياتنا نحن بس مقبلها في إشياء تانية موجودة بقعد ولا بتركن تتأتات فضلي لا حسيت كانوا منسجمين كتير طيب مدام هالقد الموضوع في حرتق شوي فيكي تعمل بدك إيه اليوم بيقولوا ليش ست ريدا بيسوع الملك وسمير بمعراب قدامي هون ولا تحت موجه لمين السؤال لألك هو قبل ما يخلص هون نحن أخذ معنا فترة يعني تقريبا شي سنتين ثلاثة تخلص هون إذا بتتذكري أول فترات كنا بالأرز بعدنا رجع سمير نقل على بزمار صحيح وكنت أنا يعني مكتبي بعضه حاليا تحت هلأ لا أنا صار لي تقريباً شي سنتين يعني سنة ونص تقريباً ما عم بنزل لتحت لدواعي أمنية وإلا كان بيكون يعني مكتبي تحت إما يعني حتى عم تجي كل نهار وبتنزل تنامي بيسوع الملك إيه بالعكس وقت كان يكون في شغل كان يصير العكس مكتبة تحت طيب حكيم أكثر من مرة طلقوكن وعم تعملوا ورق الطلاق وعلاقتكن مش زبطة بالمرة وهيك هيك مبين يعني مبين هو المؤسف رح قلك شو انه انا بتفهم انه بالسياسة الواحد يكون يحب يطال خصمه بس بالنتيجة في شيء اسمه حرمة بيت هيدا اللي يعني تتشوفي توصلوا لهون يعني قديش مفلسين بالسياسة ما عاد عندهم شيء غير ما يحكوا فيه غير هالقصة بالتحديد وشي مؤسف لأن اليوم نحن قد ما يكون عنا أخصام بالسياسة ببوصل أنا تأفترض اني فوت تحرت ببيت السيد حسن نصر الله أو بالجنرال ميشيل عون بالعكس بعتبر هذا حرمة بيت شو ما كان يكون مؤسف إنه وصلوا لهون وهي من ضمن الفتورة اللي كنا عم نحكي فيها سمر هلأ اللي مندفع نحن ككوبل هي إنه بيوصلوا على خصوصياتك بفبركوا ملفات ناهيك طبعاً إنه حريتنا ناهيك إنه حياتك بخطر يعني شوف الفتورة اللي بتكوني عم تدفعيها وقت تكوني عم تشتغلي مزبوط لمصلحة بلدك صح من ناحية محاولة اغتيالات لناحية انه بفوتوا على خصوصيتك بفبركوا كلام منه صحيح لانه مثلا كتير بيستحلق امسك ايده مثلا روح ناكل قرنبوزة او نروح على السينما هي اشي ما فينا نعملها نحنا ما نزلتوا على قد سانس كنتوا عم تسهرانين وعم ترقصوا بقت بعيني ده صار له سنتين تقريبا يعني مش صار له سنتين هلا صار لك بشهر يا قلبي خلال سنتين خلال سنتين كله سوا كان فيها هالطلعة صحيح سؤال شخصي ويكون حرية تجاوب أو ما تجاوب بتزعجكم فكرة إنه ما عندكم أطفال لا أنا شخصيا بقول مثل ما الله بيريد إذا الله رزقنا بولاد بيكون رزقنا ما رزقنا يعني بقدر أقول لك أنا شخصيا بعتبر معنية ب 1400 طفل بمنطقة قضاء بشري يعني اللي عم نعمله سريع وبيعبي بشكل انه انا اقله ما بحس انه حياتي فاضية لان ما في ولد يعني انا مثل ما قالت ست ريدا مثل ما الله بريد بهالامور بهالامور انا وبغيرها ما بحب دفش بالاشياء تتفيش ما حدا منا بحب يدفش بالاشياء تتفيش من جهة تانية جديا واحد بفكر بوضع مثل وضعيتنا يعني كل وقتنا مأخوذ انه لو انا مأخوذ وست ريدا مش مأخوذة كان ممكن لو ست ريدا مأخوذة انا مش مأخوذ كان ممكن انه جديا
اثنيناتنا سوا مأخوذين كل الوقت، وبالتالي حتى إذا الله عطى عمنا ولد ما راح تكون شغلة هينة يعني بالنسبة لنا. مشان هيك إذا بدك يعني قاطع المعنى الموضوع بشكل طبيعي، إذا الله عاد رزقنا ولد ما راح نكون زعلانين أبدا، إذا الله ما عاد رزقنا ولد ما راح نكون زعلانين أبدا انطلاقا من العمل. تفضلوا على القهوة. يا رب. طيب ليك ما أحليكم كابل بتعقدوا يعني مثلا بكره حنشوف كابل رئاسي كتير حلو كمان. الله يسمع منك. شو قولت حكيم؟ حنشوفها ولا ما حنشوفها؟ هلا بنهاية المطاف واحد بيعمل جهده، بس انه ما تفكري قاعدين يعني ما عم ننام الليل تنشوف اذا بنطلع من نام بعبده ولا هون. لا هلا انا صراحة هيك عم مش هيك. بس مثلا ليكي هون في شيء احلى من هيك؟ صراحة بديها. لا كتير حلو. هو بيني وبينك بعض الاوقات بنكون قاعدين عم نتسلى هيك انا وستيها تقول لي سمير يعني اذا زبطت هالشغله كيف بدنا كيف بدنا نقول من هون مثلا جديا كنا بتصبر ليه ما بيصير هون مقر رئاسي ليه بدك تنقل من هون مثلا بس انه هلا حكيم بيناتنا يعني فشختين عبكركي في امن موضوع امني ما فينا ننزل ما فينا نظهر من البيت امنيا طيب كيفك تقعد ببعبده يعني هلا انت زبطيها وبقعد معي ببعبده على كتف الضاحيه ببعبده على كتف الضاحيه مش هيك يوصلوا لك هيك يعني مش هيك لانه ببعبده على كتف الضاحيه ولازم نكون على كتف الضاحيه ايه فكيف بدها تنحل قصه الامن؟ تنحل طيب بالاراده بالتصميم بالتفكير كله بينحل